اي والله حصاني حصاني كان دلال المنايا فخاض غبارها وشرى وباع وسيفي كان في الهيجا طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع أنا العبد الذي خبرت عنه وقد عاينتني فدع السماع ولو أرسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباع ملأت الأرض خوفا من حسامي وخصمي لم يجد فيها اتساع. إذا كشف الزمان لك القناع ومد إليك صرف الدهر باعا فلا تخشى المنية والقينها ودافع ما استطعت لها دفاعا ولا تختر فراشا من حرير ولا تبكي المنازل والبقاعا وحولك نسوة يندبن حزنا ويهتكن البراقع واللقاعا يقول لك الطبيب دواك عندي إذا ما جس كفك والذراعا ولو عرف الطبيب دواء داء يرد الموت ما قاس النزاع أقمنا بالذواب لسوق حرب وصيرنا النفوس لها متاعا حصاني حصاني كان دلال المنايا فخاض غبارها وشرى وباع وسيفي كان في الهيجا طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع أنا العبد الذي خبرت عنه وقد عاينتني فدع السماع ولو أرسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباع ملأت الأرض خوفا من حسامي وخصمي لم يجد فيها اتساعا إذا الأبطال فرت خوف بأسي ترى الأقطار باعا أو ذراعا. أي والله حصاني حصاني كان دلال المنايا فخاض غبارها وشرى وباع وسيفي كان في الهيجا طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع أنا العبد الذي خبرت عنه وقد عاينتني فدع السماع ولو أرسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباع ملأت الأرض خوفا من حسامي وخصمي لم يجد فيها اتساعا.